ولا عارف امتح. بتقهوى فيك؟ قهوة فيك ايش؟ كيف صادق؟ انت حقك حليب السعودية في الصباح. طيب صلى على النبي. في دراسة في علم النفس. الله 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 شغلك ثقيل. ترى انا ما عرفتك بتذكر من ورنا ولا ايه؟ انا كان احد امنياتي حلمين يعني ودي اني ادخل تخصصين إيش؟ علم النفس وامرجنسي ميديكال اللي هو طب طوارئ. ولو لا تعاتب احد افعل كما يفعلون. توافق الدراسة هذه؟ لا ولا لا؟ لا. ليش لا يا ابو المها؟ انا بقول لك الان في الاونه الاخيره والله اني تعلمت درس بس تعلمت يعني يمكن لي سنة. كبر دماغك على أي مشكلة على أي شيء. كبر دماغك، لا تدخل في مهاترات مع أحد، لا تعامل الناس بالمثل، عامل الناس بأصل. يا حبيبي الدراسة تقول لك لا تعاتب أحد، أفعل كما يفعلون. لا أنا ماني معاه. يعني عاتب؟ لا تعاتب ولا تسوي شيء. أجل إيش أفعل كما يفعلون؟ لا تفعل كما يفعلون. اسمع يا سيدي ايش فيك انت؟ اسمع اسمعني انت افهمني يعني انت مع المقوله ولا ضد المقوله؟ انا ضد المقوله. يعني لا تعاتب احد بس سو مثل ما يسوون. لا يا ولد المقوله تقول كذا. طيب الدراسه تقول كذا. انا اقول لا تعاتب احد ولا تفعل مع اي احد شيء. اي طيب هذا غير هذا غير الدراسه. الدراسه ايش تقول؟ الله يقطع مخك. احنا الدراسه ايش تقول؟ يلا نقول بتعزل اسكت ولا تجي وتعاتب تقول ليش ما سويت لي كذا؟ ليش محمد ما اتصلت علي؟ ليش ما تكلمتني؟ ليش اسمعني؟ ليش 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 ليش؟ لكن سو مثله. لا تتصل عليه ولا تكلمه ولا تسوي. انا ماني مسوي مثله ولاني معامله بالمثل. انا ليش اعاتبه وافجر مخي؟ خلاص بروح في طريقي وهو في طريقه. ماني معاتبه انا يعني فعلت زي ما فعل. لا طب انت رحت في طريق هو راح في طريق. إيه؟ بروح جدي. انا ما يبرح معه ولا نبهرج ولا مهرجي. انا يعني عملت بالمثل. ماني عملت بالمثل. لو ما عملت بالمثل كان سيد بالجيل. سيد هرجني محمد باخ خطيب هجرك. صار له فتره ما اتصل عليك ولا سال عن علومك واخبارك ولا شيء. وش بتسوي بالحاله هذه؟ ابا كبر دماغي. ماني مهرجي ماني مكمل. يعني عملت بالمثل. مو بعملت بالمثل. احنا المثل بشكل المثل بالمثل كيف شنو علمني صدق. هو يعني الصقر يشبع مخلابه. والله يا سيد كل الطيور لكن يا ابويا الحر حر وحدية القصد زي كذا. انا بالنسبه عشان بحتفظ بالاجابه صراحه. والله يا سيد انت تحتاج تروح عند دكتور نفسي يعالج شخصيتك وحالتك هذه. والله حتى كلامك هذا انا بكبر دماغي. ما رح ارد عنه. كبر دماغك عن كل شيء، كل التفاهات، كل المشاكل، كل شيء، حتى على اسلوبكم وكلامكم كبر دماغك. اذا جاتك مشكله كبر دماغك، اذا رحت كبر دماغك، اذا حد سب. وانت يا ابو عمر؟ أنا والله يا أبو ناصر أحس المقولة هذه الفترة معينة خصوصا لو واحد تزوج خلاص همه بيته ما يبغى أحد يدوش راسه. صح ممكن في البداية تعاتب لك حق بس بعدين لا ما استجاب زي ما يقول خلف بن هذال إن سأل عني بين ميدن وريدن قم ما نشهد عني مجمل ومسموح. تضحك ليش؟ انا ما فهمته حتى انت ما فهمته بس ترى صحيح النفس اللي قلته. الحين هو يكبر دماغه على المشاكل ولا ايش يسوي؟ غازي اسمه. طيب لا خلينا نرجع دقيقه ابغى اقول لك شيء. الحين انا يا محمد جلست فتره ما كلمتك اقول لك نفس ما قلت سعيد ولا اني اخطيت بحقك ولا اني بالغلط. إيه؟ وش بتسوي باللحظه هذه؟ ما فاد العتاب. بترجع دقيقه بتعاتبني ولا بتجي بتقول لا والله انا بسوي مثل ما سوالي؟ واضح يا ابو عمر. قلت لك الفترة طبعا ما استجاب. انا من الناس والله اللي ما احب العتاب خصوصا للي ما هم يعني العتاب يجي من خطأ وان شاء الله احنا مو عادتنا الخطأ. بس لا جاني واحد يقعد يعاتبني كل ما اقابله هذا ما اطيق اقابله. أأجل اموره. طيب يمكن انه هو يحبك وانت قاعد تسوي اشياء خطأ. طب هو يحبني بس هو انت قاعد تسوي شيء خطأ. طب هو مو في مرحلة مرتبة الصاحب اللي انا كذا افرق. ايه كذا يا والله عندي واحد يا اخي والله اني اشيل همه لا جيت قابلته. يا اخي طش راسي يا اخي. انت ممكن تغلق موضوعك. انا نفسي اقول له زي كذا بس خلاص ما حسيت ما اقابله. صح ابعد عنه. انا فاهم. انا اقبل العتاب بس مو من اي شخص.
هذا اللي انت مميز مو من اي شخص مختصره ما بدك انك انت طبيب نفسي وافعل كما يفعلون مع بعض الاشخاص من ناس معينه وافعل كما يفعلون مع اكثر الاشخاص يعني لان يعني شوفك انت يقول الطف مخلوق كراسه نفسيه كبر دماغ قلنا نتعشى كبر دماغ توكلنا تقريبا وانت السنه هذه زرت مصر ايه وش الموقف اللي مر عليك في مصر ما تنسى وش الموقف اللي مر عليك في مصر ما تنسى نبدا من عندك ولا من عند ابو عمر سري حقره بقره لا خلي بدون حقره بقره نبدا من عند ابو ناصر يلا خلي افكر طيب اتذكر يلا اتذكر يلا ابو ناصر عطنا موقفك في رحلتك مصر طيب انا جاي هنا دعوه مصر في 2018 معرض الكتاب في اسكندريه الجديد بس جالس 5 ايام وجلست في القاهره نزلت في القاهره قبل لا انزل القاهره كنت انا اسمع القاهره أنا على سمعة مختلفة وشيء يخوف يعني بعدين وصلت القاهرة والله العظيم أني جالس في الفندق يومين ما جيني عندي أكل فندق كانت على بلكونة فندق حقي على بلكونة وعلى نهر النيل أجلس على البلكونة وأجلس من السمعة ورسلتين ثلاث إيه ثالث يوم يعني بدأت أطلع قلت خلني بطلع يعني إيه؟ اطلع طلعت العصر صدورهم وضحكهم ويدخلون ويسلمون ارتحت بدأت ارتاح وناس مشيت ودخلت داخل حواري مصر القاهره كلها والله ما رجعت ذاك اليوم الفندق الا الساعه 11 كله جلست على اني شف الاجواء كان الجو لطيف كنت خايف يومين يعني. وانا كنت خايف يومين جالس في الفندق انت جاي عشان اعلان هنا إيه؟ وكم كان اعلانك وقتها ايه جاي اعلن اعلانين ومنها عيادة أسنان والله إني ماخذ 5000 ريال كاش وقتها مبسوط ومستانس والله قال لي أنت شوف السعر كم أنا شوف السعر في أوبر يجيك قسم سيارات الفي آي بي وسيارة عادية هو جاء قال لي سعر الفي آي بي 300 جنيه قلت له ليه 300 سعر الفي آي بي قال إحنا هنا كلنا في آي بي النظام عندنا كذا قلت له لا حبيبي في سيارة اسأل عن سيارتك قال لي هو انت قلت له لا حبيبي الكلاس مرسيدس بام الكدلك هذا قال لا احنا عندنا بالتقييم تقييم وش فندق قاعد انا قول له بالتقييم اروح السيارة اوريك السيارة شوف بالله شوف والله اني ما انزل شوف هاي والله انا مش فاهم هذه السيارة في ام بي بعدين ويش تعال بوريك شيء شوف ما في دركسون شفت لك شكي قسم بالله بعدين ايه قال يبي يصيد جوي شغل لي فهد بن فصله قلت لي شوف تشغل لي فهد بن فصله ونعم فيهم كلهم بس ما تاخذ علي كاني راكب مرسيدس لا يا حبيبي يا زينهم يا زين انفسهم اي والله ذيك صادق قسم بالله اني ميت خوش سعاد على قلبي عارف ايش يسوي لي؟ يقول لي اصلا الديك والحيوانات في السياره فعاليات في السياره ما قدرت يطفي المسجد الموقف اللي ما انساه في زيارتي لمصر في رمضان الموقف مع العجوز اللي جيتها في المقبرة وعطيتهم ما يتيسر من مال ومن ماكولات والحمد لله الله يزيدهم يرزقهم من وسع فضله يوم عطيتها حق علاجها قيمة علاجها توقع علاجها قالت 300 جنيه لمدة شهر يوم عطيتها قيمة علاجها والله يا جماعة خير إن ما أسهل الموقف هذا لين أموت الله ما بغت ما بقى إلا تحب على رجلي الله يكرمكم والله ما بقى إلا تحب على رجل ذاك اليوم ويا مني رديته بقوة رديته رفعته فوق قلت والله ما تنزل تحت ولا تحبين علي والله ويا تحب على خدي هذا الموقف اللي ما أنسى لين أموت موقف مع العجوز هذا